احتج عشرات المنحدرين من مقاطعة دمشق أمام القصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط لمطالبة السلطات بتعبيد الطريق الموصل إلى المدينة. وقال المحتجون إن عمر مدينة دمشق يناهز 9 عقود وإنها لم تستفد من تعبيد الطريق رغم الأهمية التي تحتل. تفاصيل فنتابعها ضمن هذا التقرير. سكان مقاطعة دمشق بولاية الحوض الغربي يحتجون أمام القصر الرئاسي بنواكشوط لمطالبة الرئيس الموريتاني بفك العزلة عن مقاطعتهم التي مرت 90 سنة على تأسيسها. نطالبوا بالطريق اليوم دي السنة سنة اكتمال 90 سنة على مقاطعة دمشق، وهي في عزلة تامة، في عزلة يرثى لها. ويقول المحتجون إن إنشاء طريق معبد إلى المدينة أضحى اليوم مطلبا شعبيا لدى ساكنة المقاطعة الذين يعانون من عزلة وصفوها بالخانقة جراء وعورة الطريق. 90 سنة من العطاء عطاتها تام شقط للبلد اللي هو ندور منه 90 كيلومتر من قدره مزروقين، مرة جينا شوي مكروط قلت خل منه وتو والله ثنتين، والساكن رجع عليها الشيء كامل اللي كان في الساحل كامل وكان في ظهر فرم نرويجي رجع عليها. وعاد فتبارك الله ملانا من البشر. انا ذري 5 سنوات ماني قاعد نوصل له، بياش بيا باصل هي 20 ألف وانا عاجز عنها، لو كان قدره خالق نوصل لهم بعض 10 ألف. هذا يعلمهم انا بصفتي. 9 عقود خلت والمقاطعة بحسب ساكنيها ما زالت تعاني مشاكل عدة، وفي مقدمتها غياب طريق معبد يربط المقاطعة بالولاية الرئيسية، وهي مشاكل يطالب السكان السلطات الموريتانية بإيجاد حلول عاجلة لها لمدينة يقول البعض إنها كانت ولا تزال تعتبر مثالا في التعايش السلمي ومقارعة الاستعمار. ومعنا للتعليق على الموضوع دمو الحكي أحد منظمي الوقفة. اهلا وسهلا. اهلا بك. تقولون بان المدينه لم تستفد ابدا من تعبيد الطرق، ما الذي دعاكم الان للتظاهر كانكم جئتم متاخرين؟ كان فعلا كاننا تاخرنا نسبيا، الا ان الفرصه والله السبب لتنظيم هذه الوقفه هو كون دمشق في هذا العام بلغ عمرها 90 عاما، لعله هو ابرز الاسباب اللي دعانا الى تنظيمها في هذه الفتره بمناسبه ذكرى 90 على تاسيس المدينه. نعم. بعضكم يتحدث عن وعود حصلتم عليها لإنجاز طريق للمدينة، ماذا قدمت لكم السلطات؟ السلطات استلمت منا رسالة، رسالة الموجهة إلى رئيس الجمهورية، وأرسلت إلينا مستشار بالرئاسة، وأوفدت لنا مستشار الرئاسة، أرسلنا إليه 4 من الشباب، بعث بهم إلى وزارة التجهيز والنقل إلى مستشار هنالك، لم يجدوه في مكتبه وسيتواصلون معه غدا إن شاء الله، حيث سنعود إلى الرئاسة إن شاء الله. إلى حد الآن لم نصل إلى نتيجة. طيب ما أبرز المشاكل التي تعاني منها المدينة إضافة لمشكل العزلة؟ المدينة تعاني من عدة مشاكل، وإن كان أهمها العزلة وهو ما ركزنا عليه في الوقف اليوم، إلا أن من أبرزها المشاكل الصحية. لديها مستوصف متعثر بناء منذ ما يربو على 3 سنوات، المشاكل الصحية موجودة بكثرة، حيث نفقد الكثير من الضحايا بسبب نقلهم إلى أقرب مستشفيات في المقاطعات القريبة ككيفة وطهنطان. هنالك مشاكل في المياه إلى حد الآن، وهنالك مشكلة كبيرة في المياه، حيث تم إعداد مخزن جديد إلا أنه إلى حد الآن لم يتم افتتاحه لأسباب نجهلها. وهنالك الكثير من المشاكل، إلا أن أبرزها مشكل الطريق والمشكل الصحي ومشكل الماء والتعليم طبعا. إذن تطالبون بإكمال هذه المشاريع المتعثرة في المدينة؟ طبعا نطالب بجميعها. ما التجاوب الذي حصلتم عليه من وقفتكم أمام الرئاسة؟ ما أخبرتك به أنا، أرسلوا استلموا منا رسالة، أوفدوا لنا مستشار، بعث بعض الإخوة إلى وزارة. هذا اليوم؟ هذا اليوم، حيث نظمنا الوقفة أمام الرئاسة، وفي موازاة معها نظمت وقفة في دمشق البلدية المركزية. هل أخذتم موعدا للقاء المستشار؟ غدا عند الساعة 9 صباحا، وفهم اللي يلا أرجعوا للرئاسة غدا إن شاء الله ميدي، ياك نستلموا ديشارج من الرسالة اللي جايتهم، قالوا لنا يقيسوا المستشار يعطيهم أخبار الطريق حسب اللي يقولوا لنا فهم دراسة وافية للطريق، قالوا لنا المستشار يعطي لك الاخبار، نعود نجيبها غدا ان شاء الله للرئاسه، نكتبوا لهم عنها يرافقوها مع الورقه اللي طالبين فيها الطريق،
نشوف ان شاء الله اللي يقدروا يعدلوا ذا. ما هو دور منتخبي مدينه تام شكه؟ دورهم القيام بالامور كامله بحل مشاكل المقاطعه، ونحن من ورائهم. الهدف كان عندنا ان نساعدهم في ذا. ما الذي قاموا به؟ الله اعلم. انا ليس الهدف من الميتياني هنا نتحدث مثلا عن انجازاتهم او عن مثلا عن عيوبهم. لا، حسب متابعتكم انتم تنظمون وقفه احتجاجيه الذي قاموا به في مجالكم لدورهم وما قاموا به وما قصروا فيه. لست اهلا لتقييم ذلك. هذا دورهم، ينبغي محاسبتهم. فعلا ينبغي محاسبتهم، الا انني لم ائت لاحاسبهم لمناقشه تلك القضيه. انا جيت حول قضيه الوقفه نعطي معلومات عنها، وعن مثلا انها تركز حول الطريق وعن اهميه الطريق، ولان ندور دي 90 كيلومتر تقدر على النبي اللي 90 اساسي عندنا، انها واخذه على ادواب واخذه على القرى واخذه على بلديه الصفا وبلديه قاعده تيدوم اللي هم يشكلوا اكثر من السكان تام شكر، على القرى اللي منتشره من فراج الى تام شكر. وهدفنا كان ايصاله تقييمهم هم من غيره، لا عدلهم ثمنهم ولا عدلهم طالبينهم. لا لا لم ننس. القضيه كانت قضيه شبابيه بحته، كان التنسيق عن طريق الفيسبوك اساسا، وفي المراحل القادمه ان شاء الله نحاول ان نعموها. وبرايب المناسبه داعين لها جميع شباب المقاطعه، وشاكر قناتكم المحترمه وبقيه وسائل الاعلام الاخرين اللي واكبونا واعطونا الروايه. طيب ما هي الخطوات التي ستتخذونها مستقبلا في حال لم يتم التجاوب معكم؟ سنطرق جميع الابواب الممكنه ان شاء الله لنا لندخلوا شيء، دون اتصلوا بوجهاء والناشطين السياسيين المحليين وبغيرهم. بدأنا بالرئاسة لأن ندورها تعود هو الهرم، وعقب ذلك نواصل إن شاء الله وزارة النقل والوزارة الأولى يكتم يذكروا الرئاسة بالرواية، هو سببنا بدو بالرئاسة. فإن شاء الله وقفات يلا تعود في الأشهر القادمة، وإذا بداية العام اللي هو العام اللي شكل 90 سنة على تأسيس تام شكر، ويلا ينطرقوا ياسر المشاكل الأخرى ما زالوا الطريق، نظرا لأنه هو أهم الرواية وتدخل فيه الصحة والأمور كاملة بدأنا به. يدوم الحاكم أحد منظمي وقفة أو مبادرة تام شكة. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا.